يجب أن يكون مشهورا، فنان أو عالم أو مفكر؟ طبعا دول مهمين، أعمدة المجتمع عموما، لكن قد تكون القصص الملهمة هي قصص بينا، قصص حكايات ناس حوالينا وإحنا ما نعرفش عنهم حاجة، ناس عادية جدا لكن قصص كفاحهم وقصص تحديهم للصعاب هي فعلا ملهمة. والنهاردة اخترنا قصة من هذه القصص، شيرين بدر، سيدة مصرية عادية جدا، كفحة كفاح شكله غريب، شكله مختلف. بدأت حياتها 20 سنة تشتغل كوافيرة، كوافير الشعر، مصففة شعر، من مدارس مصرية عادية جدا، حتى وصلت لأن تكون مديرا إقليميا في أمازون، ثم لها تؤسس شركة خاصة بمحركات البحث بإنجليزية طليقة، يعني بطلاقة في الإنجليزية واحتراف في محركات البحث، يعني من مدرسة عادية جدا، من كلية أداب قسم دراسات شرقية وعبرية، إلى واحدة متخصصة في محركات البحث وشركة في دبي. لا دي قصة ملهمة جدا لازم نسمعها من شيرين بدر. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. أنت حاسة أن أنت فعلا قصة ملهمة ولا حاسة إيه؟ والله هو انا ما يعني انا ما كنتش شايفه ده لحد ما الاستاذ محمد جرحي كان كلمني وكان حابب ان هو يعرف انت بتعملي ايه وقصه حياتك والكلام ده كله، فحكيت له شويه حاجات بسيطه، فهو شايف حاجات انا لحد دلوقتي مش شايفه انها. طب احكي لي انت مين، يعني مين شيرين بدر؟ طيب هو انا حاليا صاحبه شركه او فاوندر وسي او شركه مدرارة ديجيتال ماركتنج ايجنسي في دبي، متخصصين في كل شغل الديجيتال ماركتينج، اي حاجه ليها علاقه بالديجيتال، سواء بقى من اول ويب سايت، نعمل ويب سايتس، موبايل ابلكيشن، ديجيتال ماركتينج، اي اي تولز وهكذا. ايه علاقه محركات البحث الاس اي او؟ اس اي او هو جزء من الديجيتال ماركتينج اللي هو تهيئه المواقع لمحركات البحث. باختصار بسيط ان جوجل هو عنده مجموعه من الرولز عشان تقدر تظهر في محرك البحث بتاعه في الاول، فانت لازم تحقق الرولز دي في الموقع بتاعك. فاحنا بنعمل ده، طبعا بيبقى جزء منها داخل برمجه، جزء ديزاين، جزء محتوى، جزء ليه علاقه بقى بشغل الاس اي او اون بيج وغيره، وبيبقى احنا زي المايسترو لباقي الشانلز الثانيه على الموقع زي السوشيال ميديا، زي الاعلانات وغيرها من الشانلز. الشركه دي في مصر ولا اساسيه في دبي؟ لا في دبي. ليه اساسيه في دبي؟ الإجراءات هناك أسهل، يعني زيرو ضرائب لحد ليميت معين، والإجراءات بتخلص بمنتهى السهوله. حبيت تكون ريجنال يعني إقليمية بالزبط ربما. بالظبط بالظبط، لما بنكون ريجنال كمان أو جلوبال بتبقى الفرص بتبقى متاحة أكتر. أنت تعليمك أو دراستك لو مدينا الخط على استقامته يوصل لديجيتال ماركتينج واس اي او؟ يوصل ولا حاجه. منين لفين؟ يوصل يا شيرين ولا حاجه. منين لفين؟ منين يوصل على فين؟ هو انا يعني كنت حابه مجال الماركتينج من وانا صغيره، لان انا اتربيت في محل الملابس بتاع والدتي، فانا شايفه هم بيعرضوا الملابس ازاي، بيتكلموا مع الزباين فين ازاي. المحل ده كان؟ كان في دار السلام في المنطقة اللي احنا عشنا فيها فترة من الزمن. احنا اصلا من عابدين وانا مولودة في السعودية، وجينا من السعودية وللأسف اتحطت الفلوس في مشاريع والمشاريع دي خسرت، فابتدينا نرجع من تحت الصفر تاني، وابتدينا ان احنا والدتي تعمل موضوع الكوافير. هي كانت اصلا بتشتغل لما كنتوا في السعوديه، كانت بتشتغل كوافير، كوافيره للعيله المالكه هناك، للبرنسسات للعيله المالكه، وكنا بروح، انا فاكره لحد دلوقتي ان انا كنت بروح معاها قصور من العائله المالكه، وكانت بتعمل لهم شعرهم والميك اب طبعا. لان في الوقت ده كنا في سنوات الثمانينات ما كانش فيه كوافيرات معتمده، يعني طبعا فاتحين هناك ممنوع، كان الكلام ده ممنوع، وبعدين لازم تبقى لابسه بشكل معين مغطيه وشها والكلام ده كله، فكان في قيود صارمه جدا في الوقت ده. رجعتوا مصر؟ رجعنا مصر طبعا، عملنا محل الملابس وعملنا بتحويشة الشغل في الخليج طبعا. وراحت الحمد لله، الحمد لله. مش متخصصين، انت لو مش بروفيشنال في المجال بتاعك طبيعي ان انت مش هتنجح فيه، لازم ان انت تكون حد بروفيشنال وتشتغل على نفسك. فده اللي خلانا رجعنا بقى ل طب ما احنا بروفيشنال في ايه؟ في مهنة الكوافير. ففتحنا محل كوافير تاني من اولى ثانوي. انا بقى واقفه في المحل مع والدتي بساعدها من 2000 من سنه 96
لحد 2016. 20 سنة بشتغل 20 سنة كوافير. بشتغل كوافير، بروح المدرسة، بروح الكلية، بخلص الكلية برجع أقف مع ماما في الكوافير بشتغل، وكنت أنا حد يعني بروفيشنال كمان في الشغل، فكان بيبقى عليا ضغط شغل كبير جدا. كان ممكن تكملي على فكرة يفتحي مجال تصفيف طبعًا. الشعر هو مجال برضو كويس ومربح، بالنسبة لي ما كانش هو ده السكوب. لا أنا كنت شايفة نفسي في حتة تانية. أنا بشتغل المهنة بس مش حابة، إن أنا الواحد بينجح أكتر في الحاجة اللي بيحبها، أنا حابة التسويق أكتر. فكنت وأنا في المحل بذاكر تسويق، وأنا في الكلية في أداب عبري بذاكر تسويق. خلصت أنا مش عارفة أنا هشتغل إيه، فابتديت أشتغل في حاجات كتيرة جدا. وقفت في سايبر، وقفت في مكتبة بصور ورق، اشتغلت في شركة أشر كعارضة معارض، اشتغلت حاجات كتيرة جدا. ومع الكوافير يعني أخلص ده وأروح لده، وفي نفس الوقت أنا بطور في نفسي وبشتغل على نفسي إن أنا أعمل حاجة، بس أنا مش عارفة لسه أنا هبقى إيه. فابتديت إن أنا أذاكر أكتر، جات لي منحة من وزارة الاتصالات إن أنا أروح أتعلم كمبيوتر، وده كان وقتها كان سنة 2003 تقريبا بعد ما اتخرجت. فروحت وخدت المنحة وطلعت الأولى، وبعدها خدت الـ ICDL وبرضو طلعت الأولى فيها. فأنا كنت حابة مجال الكمبيوتر جدا وحابة الماركتينج، فقعدت أفكر بقى إزاي إن أنا أدمج الاتنين مع بعض. بداية من 2005 طبعا اشتغلت في جمعية رسالة في 2003 لحد 2008، وبعدها اشتغلت في أماكن تانية، ولكن أنا طول الوقت أنا دماغي في الماركتينج، إزاي أعمل ده. في حاجات كنت بعملها بالتجارب، وفي حاجات كنت بحاول إن أنا أقرأ، وطبعا كانت الريسورسز ساعتها قليلة جدا إن أنا أجيب كتب مثلا أقرأ في المجال وبتاع، فده طبعا كان نادر جدا. 2005 ابتديت إن أنا طب ما أسوق لرسالة على المنتديات، ما أسوق لها على الإيميل جروبس. طبعا ما كانش لسه فيه بقى ولا فيسبوك ولا سوشيال. 2005 ما كانش فيه حاجة خالص، مش حاجة، بكتير وإيميل، اجتهادات شخصية. 2007 ابتدى يبقى فيه فيسبوك، ابتديت أسوق من خلال الفيسبوك. 2009 كان عندي بقى أول موقع بتاعي اسمه يلا علم. يلا علم كان بيهدف إلى الإي ليرنينج، تعليم الناس بدون مقابل عن طريق التطوع من المحيط للخليج، والحمد لله كان عندنا عدد كبير جدا من الطلبة وعدد كبير كمان من المتطوعين. ده اللي أنا اتعلمت فيه بقى تقريبا كل حاجة ليها علاقة بالديجيتال والاسيو، حبيت شغل الاسيو، فديت بقى أشتغل في ايجنسيز وهكذا. معلش، العالم لكي نتحدث عن الماركتينج والديجيتال ماركتينج كل كده يتحدث الإنجليزية أكيد. العالم وانت خارجة من أداب عبري بالظبط، العالم يتحدث الإنجليزية، وأنا بتحدث العبرية والمفروض يبقى معاك إنجليزي وفرنساوي وإسباني كمان، يعني العالم لا يتحدث صفر. اللغة العربية دي يعني جنب كده، دي حلوة بنحبها، العالم يتحدث الإنجليزية. ماذا حدث في لغتك الإنجليزية وانت خارجة من مدرسة مصري عادية؟ أنا كنت في مدرسة خاصة تمام، وكنت باخد الإنجليش من كيجي، ولكن أنا دخلت ثانوية عامة. أول يوم في المدرسة مدرسة الإنجليزي، أنت من أنهي مدرسة؟ هي بتسأل كل واحدة في الفصل، قلت لها أنا من مدرسة إيجيبت الخاصة. قالت لي مفيش حد بيجيلنا منهم إلا ما بيكونوا ما يعرفوش يتكلموا إنجليزي، اقعدي اقعدي. اتضربت خلاص خلاص، كرهت المادة وكرهت المدرسة وما بقتش عارفة أتكلم، يعني حتى كل اللي أنا كنت عارفاه أو متعلماه قبل كده خلاص فعلا بقيت زيرو. ولما دخلت الكلية لا احنا بندرس بقى لغات تانية، عبري وفارسي وحبشي وسورياني وحاجات كتيرة كده ملهاش علاقة بالإنجليش. بعد ما اتخرجت طب فين الإنجليش بتاعك؟ فين الكمبيوتر؟ مفيش. لحد بقيت طبعا باخد كورسز ألماني، باخد كورسز إنجليش وانسى، ومش مش مش الدنيا مش عندي مش مظبوطة. لحد ما في 2016 ابتديت إن أنا آخد كورس إنجليش بقى from scratch لحد طبعا professional. سمعت إن أنت جيتي تكتبي سي في مرة، وكتابه السي في كتابه صعبه، بالظبط، معقده، مش بس تتطلب الانجليزيه لكن تتطلب شكل معين. طبعا دلوقتي روحي على تشات جي بي تي اكتب لك السي في بتاعك، اي حد بيروح على تشات جي بي تي خلص. لكن اول سي في كتبتيه بالانجليزي رد الفعل كان سيء جدا، ويعني مره اتشتمت في انترفيو، الاستاذه اللي كانت بتعمل لي انترفيو قالت لي في حد يكتب سي في بالحمق ده؟ حمق حمق، يعني طبعا كلمة لحد النهارده مأثرة فيا، يعني كلمة صعبة. خرجتي منه عايزة انهيار تعمل. انهيار طبعا، ولا ابتديت ان انا لا انا لازم هتعلم، انا مفيش حاجة اسمها مش هتعلم. يعني كلمة الحمق او كلمة المدرسة
ما كسروش شيرين، لكن خلوا عندها اصرار طبعًا. ان انا هتعلم وهعرف اغير حمق. طب انا هعمل لك سي في احلى من ده مليون مره. انا مش هعمل لك سي في، انا هخليك انت تطلبيني اشتغل معاكي. وده الله. حصل، وده حصل فعلا، حصل فعلا. اه طبعا. نفس الست اللي انت قدمت لها وقالت لك تكلموني اكتر من 3 مرات تقريبا، ويعرضوا عليا الاوفر. الاوفر بالنسبه لي هو مش حاجه غير ان هو، لا هو فعلا اوفر اقل من اللي انا باخده دلوقتي. فانا حابه ان انا اشتغل معاكم جدا طبعا، بس للاسف انتوا بتعرضوا عليا الاوفر اقل من اللي انا عايزاه. وصلتي لامازون ازاي؟ والله هم كلموني من دبي، كان في مدير هناك يعني استاذ عبد العزيز محمد هو اللي كان كلمني. هو كان مديري برضو في شركه تانية قبلها بذات، فهو عارف شغلي وعارف طبيعه الشغل معايا عامله ازاي. فكلمني من دبي وقال احنا عايزينك تبقي معانا في دبي، وهتبقي ماسكه شغل السيرش انجن اوبتمايزيشن في مصر ودبي والسعوديه والامارات، وهتكوني من الناس اللي مسؤوله عن النقله اللي هتحصل من سوق لامازون في الجزء بتاع الاس اي او. وخدنا بقى البروسيس. قعدتي يعني في امازون قد ايه؟ قعدت من 1/10/2017 لشهر 4/2022. ده كتير يعني، ده 5 سنين تقريبا. خمس سنين. في الرحله ايضا في تجربه اخرى، تجربه مرض. مظبوط. ايه اللي حصل؟ 2019 جات لي صدمه في نفسيه فاثرت عليا، جالي مرض اسمه فايبروميالجيا. المرض ده هو بيعمل الم في الاعصاب والاوتار والاعصاب، كل حته في الجسم فيها الم طول الوقت، الم مزمن ما بيروحش، ملوش علاج ومستمر معانا طول الوقت. كان له سبب معين؟ صدمه نفسيه. زعل. زعلتي قبل ايه؟ زعل. زعلتي من ايه؟ الحياه مليانه حاجات كتيره جدا. فزعل شديد ممكن يخلي بني ادم ينام شهور. انا كنت بشتغل سنتين في امازون وانا نايمه على بطني، نايمه على ظهري وبحط اللابتوب على بطني وبشتغل. احنا عاملين مايجريشن بتاع السعوديه وانا نايمه على ظهري، مش قادره اتحرك، بتحرك بعكاز بيشيلوني، لان المرض ده بيعمل الم في الجسم كله، زائد اكتئاب، زائد مشاكل بقى في المعده، مشاكل في النظر، حاجات كتيره جدا. واغلب الناس اللي عندها المرض ده يعني للاسف بتتمنى انها تموت لانه مؤلم جدا. بس انا الحمد لله ربنا قدرني ان انا لا اقدر اقف على رجلي من تاني، واتحدى موضوع المرض ده واعرف اتعامل معاه وصاحبه، واتعامل ان هو حد عايش معايا باستمرار. بس تعالى بقى نلعب مع بعض، انت عايز ايه؟ عايز ابقى رايقه؟ طب يلا تعالى نروح نعيش في دهب، واخد عيلتي ونروح نعيش في دهب. 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 بقى لنا 5 سنين في دهب وعايشه في دهب. أوه، انا عارفه ان جيت لنا من شرم الشيخ، فانا اقول هي ليه جايه من شرم الشيخ؟ عشان عايشه في دهب. جايه من ليه من دهب؟ انت عايشه في دهب مع اسرتك؟ مع اسرتي. لما لقيت ان انا حالتي النفسيه اتحسنت في دهب، طب يلا هننقل حياتنا كلنا في دهب. والدي ووالدتي واختي موجودين معايا. ليه حاسه ان دهب غيرت او قدرت انها تشفيكي؟ مفيش ستريس، مفيش، بعدت عن كل حاجه مؤذيه بالنسبه لي، اشخاص، اماكن، احداث، اي حاجه بتوتر او بتضايق بعدت عنها طبعا. وابتديت بقى ان انا اغير في نظام حياتي، العب رياضه، اكل اكل هيلثي، اعمل الحاجات اللي انا بحبها، ابعد عن اي حاجه توترني او تعصبني او الكلام ده كله. وبقيت امارس كمان رياضه الهايكنج، فابتديت ان انا اطلع بقى جبال وحاجات زي كده. سمعت اني رحت نيبال. رحنا نيبال وطلعت بون هيل على ارتفاع اكتر من 3000 متر، 3200 متر تقريبا، وخدنا فيه حوالي 10 ايام بنطلع بس بون هيل، جبال الهيمالايا. فدي برضو من الحاجات اللي كانت اكسبيرينس بالنسبه لي عظيمه جدا جدا. وبسافر بقى كتير، يعني انا بالنسبه لي السفر والاس اي او هم احلى حاجه بتخليني مبسوطه في حياتي. ليه سبتي امازون وعملتي شركتك؟ لاني خلاص عملت الاتشيفمنت بتاعي في امازون، انا حققت اللي انا كنت عايزه اوصل له في امازون، فانا محتاجه بقى ان انا، ودي اعلى حاجه، فده السقف، خلاص انا وصلت للسقف، هعمل ايه تاني؟ فحبيت ان انا اسس شركتي بحيث ان انا انقل الاكسبيرينس بتاعتي والتيم اللي معايا لبقيه الشركات التانية. وعلى فكره انا كمان اثناء الرحله ديت كنت اشتغلت، شرفت ان انا اشتغل مع دكتوره اميره الديب في جامعه الجامعه الامريكيه الاي يو سي، بقيت ادرس هناك. والاستاذه منى شاهين كمان في معهد جوتا الالماني كانت مسؤوله عن مشروع تحرير لاونج، فكنت بدي معاهم كورسات من 2013. ف يعني الرحله مليانه حاجات كتيره. ايه سر التحدي؟ يعني
اي ناس كتير اتعرضوا لكل الخبطات والوقعات دي، ممكن خلاص الخبطه تقعد. ايه سر التحدي؟ امي. امك طبعا، امي بتحبني لدرجه وانا مرتبطه بيها بدرجه يعني. مره دكتور نفسي قال لي انت لسه ما اتفطمتيش من مامتك لحد النهارده، فامي بتتعب لما بتشوفني تعبانه، فانا لازم ابقى كويسه عشان هي تبقى كويسه، عشان انا ما اقدرش يعني احس انها بتتالم لاي سبب من الاسباب. فانها تحس ان انا تعبانه بتمرض، فلا لازم ابقى كويسه ولازم اعوضها خير، لان هي تعبت كتير. امي تعبت وشقيت كتير جدا، فانا لازم يعني ربنا يكرمني كده ان انا اعوضها عن اي حاجه هي شافتها، ربنا يعني يجعل العوض فيا يعني. اتعلمت كل مرحله فيها علام أكيد. والحياه علام طبعا. من مهنه الكوافير اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان انا ازاي اعرف اتكلم مع الناس، ايه الحاجه اللي ممكن تبرز جمالهم وتخليهم مبسوطين، فانت ازاي تخلي اللي قدامك مبسوط حتى ولو بكلمه بسيطه. من النصب والمشاكل وخسران الفلوس والعقبات اللي انت مريتي بيها او مريتوا بيها كاسره، اتعلمتي ايه؟ اتعلمت ان الواحد يراعي ربنا، وان اللي اتعمل فيا ما يتعملش في حد تاني، ان انا احاول ان انا بقدر الامكان ان انا ابقى ماشي اراعي ربنا في الناس مش بس في نفسي. من المرض اتعلمتي ايه؟ اتعلمت ان انا اشكر ربنا على كل حاجه. وصولك لأمازون ثم إلى شركتك الخاصة، زي ما بقولك البداية لا تنبئ وإن شاء الله ما تكونش النهاية، لا تنبئ بما حققتيه. بتقولي إيه عن الرحلة دي لناس ممكن تشوف إنه لا مستحيل، لا مش هينفع، لا أنا مش هعرف؟ أقول لحضرتك على حاجة، أنا عمري أو أنا خليني أقول إن أنا بداية من 2011 قررت إن أنا مش هحلم. مش هتحلمي؟ مفيش حاجة اسمها مش هحط قدامي حلم، أنا هحط قدامي هدف. الحلم، الفرق ما بين الحلم والهدف إن الهدف ليه سقف، ليه تايم معين، أما الحلم هو ملوش سقف، ممكن يتحقق وممكن ما يتحققش. فأنا أي حاجة بحلم بيها بحطها قدام عينيا هدف، وأحط لها تايم لاين، وأقول أنا هعمل 1 2 3 4 عشان أوصل لده. في 2011 أنا قلت أنا في خلال 5 سنين هبقى من أشطر وأشهر الناس اللي موجودين في الديجيتال ماركتينج في الوطن العربي، والحمد لله قد كان. فأي حاجة بالنسبة لي أنا بحطها هدف. مع المرض ممكن يكون الموضوع ده صعب، لأنه حاجات كتير مش في إيدنا. طبعا المرض ده كان ممكن يوصلني للانتحار على فكرة، لأنه حقيقي صعب. فكرتي في ساعات؟ طبعا، ما يعني ما نكرش، حصل. إيه اللي كان بيرجعك عن الفكرة؟ أمي، وطبعا خايفة من ربنا أكيد طبعا. يعني بعد الخوف من ربنا، أمي مش هتستحمل عليا حاجة، فده اللي كان بيوقفني. بس ألم رهيب، ألم غير محتمل. واحد حياته انتهت بعد ما كان بيروح ويجي ويقف ويدي محاضرات بال 12 ساعة نايمة، ما بعملش حاجة، مش قادرة اتحرك. ايه هدفك الجاي؟ مش حلمك. هدفي اللي جاي ألف العالم. الله. أنا لحد دلوقتي أنا لحد دلوقتي لفيت حوالي 22 دولة. فإن أنا بقى إيه ألف العالم، وإن الإيجنس طبعا بتاعتي تكبر أكتر وتبقى هي شغالة، ويبقى عندي الفلوس اللي تجيلي وأنا نايمة. بس رسالتك للشباب يا شيرين، وده مهم لناس بتتفرج عليكي وبتقولك مستحيل، يحطوا المستحيل قبل الممكن. مستحيل، ربنا موجود، وطالما ان انت بتعمل اللي عليك وبتسعى وبتتوكل على الله وبتاخد بالاسباب، مش شرط ان المكافأة تجيلك من نفس الباب اللي انت بتسعى وبتخبط عليه، ممكن المكافأة تجيلك من مكان تاني، بس انت لازم تعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك قدام نفسك وقدام ربنا، وبعد كده ربنا بقى هو اللي بيكافئ. يعني أنا بعتبر إن الحمد لله ربنا بيكافئ أمي بيا. أكتر يوم صعب عدى عليكي؟ أكتر يوم صعب عليا يوم ما عرفت إن أنا عندي الفايبرو، وعرفت هو إيه الفايبرو ده، ودخلت قريت تجارب الناس، حسيت إن حياتي انتهت خلاص. وأكتر يوم حلو؟ أكتر يوم حلو كل يوم بشوف فيه أمي هو أحلى يوم في حياتي. حبيبتي. أنا بشكرك. شكراً جزيلاً على حضرتك. القوة والصلابة والإلهام والإصرار والعزيمة اللي مش عند ناس كتير. شكرا جزيلا ليكي. وبشكرك على إنه على حب الحياة، وعلى حبك لأمك، وعلى هذه القدرة على البهجة
والنجاح، لأنه النجاح مش بس النجاح، في بهجة كده أنا سمعاها في صوتك وأنا شايفاكي داخلة بلون طرحتك الجميل ده، فأنا بشكرك وبحييكي، لأنه الملهمين أشكال وأنواع، لكن شيرين نوع من الإلهام بجد مميز، لا البدايات تنبئ على ما حققته ولا العقبات تنبئ على النجاح. فالحقيقة أنه شيرين نموذج إحنا اخترناه عشان نقدمه، لأنه كتير كلنا، أنا وإنت وكل الناس، نتعرض لإحباطات كتيرة ونزهق ونقول خلاص أنا عيانة مش ممكن، أنا تعبانة مش ممكن، أنا محبطة في الشغل مش ممكن، أنا نصبوا عليا مش ممكن. شيرين من غير واسطة، شيرين من غير عائلة ثرية، شيرين من غير لغة إنجليزية في البداية، شيرين علمت نفسها، اشتغلت، تعبت، وزي ما انتوا شايفين اشتغلت مليون شغلانة، مليون شغلانة. كان بتشتغل ايه، 5 شغلانات في اليوم مثلا؟ مع المذاكرة اكيد، مع المذاكرة، كل ده مع المذاكرة، لكي تكون مديرا اقليميا لامازون، ثم تصبح لها شركة خاصة. ميرسي يا شيرين. شكرا جزيلا لحضرتك. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل نرجع لغزة تاني والعميد محمود محيطي.